هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، كيف يجمع بينها وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ لا عدوى يعني تنتقل بنفسها، وإنما الله هو الذي ينقلها، فتوكل على الله وادعو الله ولا يضرك شيء. العدوى لا عدوى يعني ما هي بالعدوى تنتقل بنفسها، ولكن الله ينقلها إذا شاء، فتوكل على الله وادعو الله بالسلامة. نعم.